المجد والشرف. إن شئت نيل المنى والمجد والشرف والأمن من كل ما يفضي إلى التلف. فلذ بخير الورى واذكر مدى واقصد حماه واقصد حماه وفي أعتابه فقفي. وقل أتيتك يا خير الورى وجيلا وقل أتيتك يا خير الورى وجلا وذا الفؤاد وذا وذا فؤادي من الأهوال مرتجف. والسادة الحضور المحترم من أبناء حي عمرو عبادة وضيوفي الكرام، اسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا بالسيد رئيس بلدية القيروان لسعد القضامي الذي شرف هذا الحضور، والسيد موريتسيو بونافيا مدير مكتب التعاون الإيطالي بتونس وحرمه المصور، والسيد رشيد مالك ممثل السيد معتمد القيروان الشمالي. إن مشروع تنمية حي عمرو عبادة الذي تسهم فيه جمعية التعاون الدولي جنوب جنوب التي توجد مقرها بباليرم بإيطاليا مع مجموعة من المؤسسات والإدارات والجمعيات القيروانية المحلية تتقدمها بلدية القيروان وجمعية سيادة مدينة القيروان وجمعية تنمية القيروان ومجلس ولاية القيروان. في الإطار هذا نحب نثمن المجهودات اللي تقارب. أنا كنت دخلت البناء بالفعل نقول فما ناس قاعدين يخدموا في الخفاء. عاد قداش من مرة ما يظهر حد شيء، اليوم كي ندخل المعلم هذا ونتذكره في السبعينات كيفاش كان ونشوف أنا اللي فما ناس قاعدة معنا ليس سنوات مدة طويلة وخدمت في الخفاء أخرجت لنا هالمعلم هذا في الزينة هذيا فعلا. في اعطاء الرونق نتاعو واعطاء الجماليه نتاعو وارجعوا الى اصله بالفعل هذا يؤكد ان فما مجهودات بذلت من طرف اخصائيين من طرف فنانين في ارجاع المعلم هذا الى وضعيته الاصلانيه، وان شاء الله هذا يتم توظيف المعلم هذا. السياحه الثقافيه لمدينه القيروان كيف نحب نشكر زادا إلى السياق اللي المشروع هذا كان مشروع متكامل ومندمج، ما اقتصرش فقط على فن العمارة الإسلامية، كان بالتوازي مع ذلك فما أنشطة لتكوين فتيان وفتيات في مختلف الاختصاصات المتعلقة بمدينة القيروان. المجد والشرف. إن شئت نيل المنى والمجد والشرف والأمن من كل ما يفضي إلى التلف.
مطبوعة مخطط تنمية حي سيدي عمر عبادة بالقيروان الشمالية. أرحب أصالة على نفسي وعن كافة أعضاء جمعية التنمية المحلية والتعاون الاجتماعي للقيروان ومتسكني حي سيدي عمر عبادة بالسيد بونابيا موريزيو مدير مكتب التعاون الدولي بسفارة إيطاليا بتونس ومرافقي. Participer, on t'a appuyé. Et ça, c'est un autre aspect de la coopération, c'est-à-dire la participation de la population à la procréation. Les gens doivent voir ce monument, donc ces bâtiments historiques, et doivent dire ah non, c'est pas seulement pour les touristes. Ça, c'est notre patrimoine, nous l'aimons, nous l'apprécions, nous participons à sa restauration, à son entretien, à sa rentrée. À Tunis avec cette belle sensation que je, dans mon cœur je savais déjà parce que même si j'avais jamais visité ce projet j'avais eu les commentaires de mes collègues qui étaient venus ici et aussi de ma directrice générale Madame Belloni qui a visité ce projet en décembre 2011 non et qui a eu la même impression. Par conséquent, je voudrais vraiment me féliciter avec l'équipe tuniso-italienne, les institutions, les associations qui ont réalisé ce projet. هذه الوثيقة الأولى وهي النتيجة الأولى لهذا المشروع وهي النتيجة المنتظرة الأولى التشارك مع أهل الحي وسكان الحي وبعض الإدارات التي لها علاقة بالحياة العادية واليومية لحياة الناس. إذن فهو انتهج قلنا المنهجية التشاركية وعقد اجتماعات عديدة ومتنوعة مع هؤلاء إنما هي بداية حلول هي نفسها قابلة للنقاش وقابلة أيضا للتوسعة وقابلة أيضا لمتابعتها مع الإدارات المعنية ومع السكان أنفسهم لأن هذا الكتاب يريد أن يكون وثيقة مرجعية بالنسبة لأهل القرار وبالنسبة لأهل الحي أيضا فهو إذا شئتم ترجمان لما بدا من مشاكل من أهل الحي أنفسهم كيف يرون تطوير حيهم وكيف يرون تنمية تنمية عمر عبادة هو مشروع انطلق سنة 2009 وتواصل على امتداد 3 سنوات يجمع بين جمعية التعاون جنوب جنوب الإيطالية المستقرة في باليرم وجمعية سيادة مدينة القيروان وبلدية القيروان وجمعية التنمية بالقيروان وهذا المشروع قد ضبط لنفسه مجموعة من الأهداف أهداف 5 أولها التكوين قام بتكوين أكثر من 120 شاب في 8 مجالات مختلفة تتعلق فيها خاصة بالميادين التراثية كصناعة الزرعية وكصناعة الطريزة وكذلك ترميم المخطوطات وترميم المعالم الأثرية وهذه أهم الاختصاصات وقد تم تخرج أكثر من 80 من مجموع 120 متكون وأكثر من 60% من هؤلاء قد تم توظيفهم الآن وهم متواجدين اما بالمعهد الوطني للتراث او بورشات مختصه. وكما ان هذا المشروع قد ضبط الى نفسه عمليه ترميم مقام سيدي عمر عبادة. كما تعلمون هذا المقام كان في اول الامر مستوصف ثم اقيم فيه متحف للفنون الشعبيه قسم فقط وكذلك معهد الموسيقى. وقد شملت الاشغال 3/4 هذا المعلم وقد تم تدارك جدرانه وقبابه وتبليد أرضيته بالرخام وكذلك تجديد شبكة الكهرباء به وسيمكن هذا العمل من توسيع المتحف حتى يكون أكثر معبرا عن الصناعات التقليدية القيروانية وكذلك مكن من تهيئة فضاء اجتماعي ثقافي سيكون مجال للقاء الأهالي وكذلك لقيامة بالعروض وغير ذلك من التظاهرات الثقافية التي يحتاجها الحي. كما أن المشروع قد كان له من الأهداف هو إعطاء قروض صغرى إلى الشباب أو حتى إلى الكهول
وقد تم إعطاء أكثر من 56 قرضا للأهالي، هي قروض متواضعة بالتعاون مع مؤسسات المختصة، ونستطيع أن نقول أن من هذه الناحية قد قمنا بعمل محمود ومشكور، إلا أنه غير كافي نظرا لحاجة الأهالي. ثم النقطة الخامسة هي التنشيط الثقافي بالنسبة للأهالي وتوعية الأهالي بأهمية التراث كعنصر أساسي للتنمية بالنسبة للحي، وكذلك على مدى ثراء الحي بالمعالم الأثرية ونسيج العمراني حتى نبقي عليه. نحن نعلم جميعا أن حي عمر عبادة هو ضمن القيروان المسجلة على قائمة التراث العالمي، لذلك دعت الحاجة لتوعية الأهالي بالأهمية التراثية لهذا الحي، خاصة وأن نلاحظ كثير من التشويهات قد شملت هذا الحي حتى حيث أنه لم تشمله العناية مثل ما كان الأمر بالنسبة للمدينة داخل الأسوار. لذلك عملية التوعية، قمنا بالتوعية، قمنا بتظاهرات ثقافية، قمنا بإقامة حفلات للأهالي، وقمنا كذلك بزيارات إلى المعالم الأثرية، وقمنا بتكوين نادي للتراث خاص بالحي، وهو أول نادي للتراث خارج المدارس يهتم بصيانة الحي. وتتويجا لكل ذلك قمنا بإعداد وثيقة مرجعية هي مخطط تنمية حي عمر عبادة. هذه الوثيقة التي تمت بعد تشاور بين الأهالي والمؤسسات المختصة ومن خلال لقاءات بين مجموعة من اللجان، هذه الوثيقة بالنسبة لنا تصبح المرجع للتطوير والتنمية المستقبلية لحي عمر عبادة. ونعتبر أن المشروع الذي ينتهي هذه الأيام سيترك الأمر بين أيدي الأهالي، سيترك الأمر بين أيدي جمعية التنمية لحي عمر عبادة التي تم إحداثها منذ سنة، وكذلك بالنسبة للبلدية حتى تحاول قدر المستطاع إنجاز ما وجد هذا الوثيقة، حيث أنها وثيقة استشارية تراجعية، نتمنى أن يتم احترام ما وجد فيها نظرا لأنها قامت بعد مراجعة الأهالي، وهذا هو توجه تونس بعد الثورة، التآلف والتعاون والتراجع والتواصل.